سعيدة تجي لي. سلام عليكم يا أغلى وأرقى وأحسن متتبعات عندي متتبعاتي متتبعات قناة كوتر فلوكس. نبدأ النهار ديالنا ولا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير. واش كتعاودوا؟ كي دايرين وليداتكم؟ كي دايرين نتوما؟ ربي يخليكم. شكرا لكم على التعليق ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على اللايكات ديالكم، على اي حاجه، اي كلمه قلتها حق الله لا يخطيكم عليا والله يكبر بكم. اليوم ثاني نهار جديد، فيديو جديد تحت طلب الكبيدات ديالي. كيف ما كنقول لكم ديما، اي وصفه كنحط في القناه ديالي وانا فخوره بها وكتكون تحت طلب الكبيدات ديالي، واي واحد جرب الوصفات ديالي الحمد لله كتعطيه النتيجه وكيرجع عندي فيديو قديم والحمد لله كيلقى عليه الشفاء ديالو. كل واحد له وصفه اللي كتوافقوا، كل واحد الذات والهرمونات ديالو اشنو كتوافقوا. بالنسبه للكبيدات ديالي، الا عجبكم لا فيديو غادي يعجبكم اكيد. ما تنساونيش باللايكات، واللي اول مره كيتصادف مع القناه ديالي مرحبا والف مرحبا، بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والكبيدات ديالي اللي كيحمقوا عليا وكنحمق عليهم عافاكم، ما تنساونيش باللايكات ديالكم وبالبارطاج باش هكا يوصل الفيديو لاكبر عدد ويستافدوا منه اكبر عدد. وبدات نمشيو نيشان المكونات اللي عندنا في الوصفه ديال اليوم وطريقه الاستعمال، واكيد اكيد غادي تعطيكم النتيجه. وما تنساونيش كبيدات كي قلت لكم باللايك. يلا ندوز على بركه الله في اول مكونات ديال وصفه اليوم. في اول مكونات الوصفه اليوم وهو الشوفان اولا الخردل، كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للبنات شي حاجه اللي اكثر من رائعه في زياده الوزن، يعني كيزيد لينا في المناطق الانثويه وكيوقف لينا بحال قلتي كيوقف لينا العضله او كيوقف لينا العظم على الصح. بالنسبه للبنات ننصحكم نصيحة واكثر من رائعة، بالنسبة للنوع ديال هاد الخرطال اولا الشوفان كيتباع في المتاجر الكبرى، شي حاجة اللي زوين زوينة البنات. شوفوا البنات كيتوفر على مغنيزيوم وزنك ليغوم، هانتوما البنات شي حاجة اللي زوين هذا للصحة. نتمنى البنات تسكرينيه باش يعني تشريوها البنات من المتاجر حسن من هذا ديال العبار. نتمنى البنات تاخذوا هذا، حتى الثمن ديالو كنظن انه ماشي مرتفع، سولوا عليه يعني مرجان اسواق سلام مازار، المهم المتاجر الكبرى اللي كيكون تيتوفر على هذا. شي حاجه اللي زوينه البنات وكيعطينا الطاقه في النهار كامله، سواء بهذه الطريقه اللي غنستعمل معكم سواء بالحليب. البنات نتمنى البنات تكونوا سكرينيتوه. هذا هو النوع ديال الشوفان اللي كنستعمل شخصيا ليا ولوليداتي، شي حاجه اللي زوينه البنات وبزاف. بالنسبه للمكون الثاني واللي غني عن التعريف، زياده الوزن زياده المناطق الانثويه، شي حاجه اللي اكثر من رائع وصحي بزاف البنات. اليوم ان شاء الله ما غاديش نطحنوا ما والو. بالنسبه للاستعمال ديالو غادي تاخذوه غادي تغسلوه ضروري البنات كي تنقول لكم ديما. بالنسبه للخرطال يعني مشري اونبالي ما غنحتاج لا نقليه، غنستعملوه هكا لانني مشاريش ديال العبار. انا صراحه هذيك اي حاجه العبار ما كنزعمش عليها هكاك بلا ما نغسلها ونقيها ونحمرها في الفران هكاك. بالنسبه للسمسم هكاك غادي ديروه غادي تغسلوه مزيان، غادي تنقيوه من كاع الحجرات وغادي تحمروه مزيان البنات، تحمروه حتى يولي على هذا اللون. وهذا هو المكون الثاني، شي حاجه اللي اكثر من رائعه لزياده الوزن، واي حاجه غادي نحط لكم المنافع ديالها في زياده الوزن، شي حاجه اللي صحيه ورائعه. وكيف ما ذكرت لكم مكونات يعني اقتصاديه ماشي شي حاجه غاليه، ولكن اهم حاجه وهي النتيجه. بالنسبه للمكون الثالث بالنسبه للعبر شحال غادي نحتاج، غادي نحتاج في اليوم جهد ملعقه كبيره يعني في اليوم. بالنسبه للمكون الثالث كيف ما كتشوفوا وهو سيليلاك، سيليلاك ديال القمح، الاحسن يكون ديال القمح ولا اللي ما توفرش ديال عنده ديال القمح يديال ديال العسل. بالنسبه للبلد يعني بزاف ديال البلدان كيقولوا لي ما كيعرفوش هذا السيليلاك، اللي ما عندوش السيليلاك يدير القمح، يدير القمح يعني بحال يدير القمح يعني الاصلي ويكون مطحون. بالنسبه للجزائر كيقولوا لي قمح الاطفال غادي تسولوا عليه في الصيدليات. بالنسبه لحنايا متوفر عندنا من غير الصيدليات، ولكن هما في الجزائر قال لي كيتوفر عندهم في الصيدليات، ما كيكونش عندهم في المتاجر او لا هكا في المتاجر الصغرى او لا الكبرى ما كيكونش عندهم. هذا هو الشكل ديالو يعني القمح ديال الاطفال او القمح الاصلي اللي ما متوفرش عنده القمح ديال الاطفال يستعمل القمح الاصلي. بالنسبه للمكون الرابع وهما غنيين على التعريف، شي حاجه اللي اكثر من رائعه، وهما المكسرات كيف ما كتشوفوا معايا هنايا مخلطين. اي نوع عندك ماشي بالضبط هادو اللي مستعمله انا، وانما كل واحد يمشي على القدر ديالو. ومن الاحسن يكون عندنا شويه ديال لوج شويه ديال لاكاجول شويه ديال القرقاع،
مهم اي حاجه متوفر، شويه كاوكاو، المهم مكسرات متنوعه، ويكون عندنا القرقاع ضروري. القرقاع حيتاش كيزول لنا النساء المراه بالخصوص، وزول المناطق الانثويه. وشي حاجه المكسرات راه معروفين انهم كيزيدوا في الوزن، وانهم كيتوفروا على فيتامينات بزاف، فيتامين الي، فيتامين ك، فيتامين د، شي حاجه اللي ضروريه للجسم ديالنا، واللي كتعطينا الطاقه، واللي كتزيد في يعني كتزيد لنا في الحركه، وكتزيد لنا الطاقه، وما كنكونوش اننا سخانين وكننوضوا من الصباح اننا ما عندناش الجهد باش نديرو بزاف د الحوايج. هاتو هما المكونات الاربعه اللي صراحه ماشي يعني ماشي باهظين الثمن، يعني في متناول الجميع. وبالنسبه للطريقه البنات، اول حاجه ممكن توفر عندنا، بالنسبه للبنات اللي متوفر عندهم هضانت، من الاحسن يديروا ديال الشوكولات، بالنسبه للناس يديروا هادو ديال الشوكولات. بالنسبه للناس اللي فيهم داء السكري يستعملوا هذا بيرلي الخضر طبيعي الخضر، اللي ما متوفرش عنده هذا يستعمل دانون عادي. انا البنات كنوريكم باش انكم كل واحد يمشي على القدر ديالو وعلى الجهد ديالو وعلى داكشي اللي عنده، ما تكلفوش على راسكم بزاف، حيت هادي غادي تكون استعمال يومي، يعني ما تكلفوش على راسكم. يا يكون عندكم الشوكولات او اللي بيديروا في الشوكولات عادي من غير دانيت يستعملوا، اللي متوفر عندكم استعملوا. بالنسبه لي انا غادي ندير دانون بحال هكا، غادي ندير دانون هكا طبيعي، سواء هذا سواء الشيبي اللي متوفر عندك. غادي تاخدي بحال هكا زلافه، انتي البنات نصوب لكم كاميرا باش يتضح لكم الصوره. صافي البنات غناخدو بحال هكا زلافه، غادي نديرو فيها يعني ياغورت طبيعي اللي عندنا كامل. يا البنات ما تخليو فيه حتى شي حاجه، يعني البنات كندير معكم الحاجه بالطريقه كما هي، ما كنبغيش نزرب عليكم، كنبغي انكم تستافدوا من الحاجه. اول حاجه غتاخدي ملعقه كبيره من الخرطال او الشوفان، يعني جهد ملعقه كبيره، يعني لصق ليا كذلك نفس الشيء السمسم البنات بلا ما تطحنوه كيف ما قلت لكم، يعني يكون غير منقي ومحمر، من الاحسن خليوه هكاك بلا ما يتطحن. وكذلك ناخذ ملعقه كبيره اولا جهدي ديال قطع المكسرات. وبالنسبه لهاد السلالات اصلا دايره ملعقه كبيره، وكنخلطوا المكونات مزيان. شي حاجه اللي رائعه لوليدات الصغار كيف ما قلت لكم، المرضع لاي واحد فينا الصغير والكبير، حتى المذاق لاكثر من رائع. الوليدات اللي ما كيبغيوش ياخذوا لكم الوصفات ديال زياده الوزن كي تيقولوا لي الامهات، يعني وليداتهم ما كيبغيوش ليهم، ما غادي يبغيوها لكم. هادي شي حاجه اللي غادي يحماقوا عليها، وشي حاجه اللي غتعطيكم النتيجه. بالنسبه للبنات طريقه الاستعمال، بالنسبه لطريقه الاستعمال هذه الوصفه تخاد بشكل يومي في الليل من بعد ما نديروا اي مجهود اي حاجه، حتى نمشيو بلاصتنا نبيو نعسو، يعني ناخذوها وصفه رائعه تعطيكم النتيجه من الايام الاولى، غتحسوا بواحد الفرق كبير. تعطيوها لوليداتكم غادي تقاد لكم العظام. بالنسبه للناس كي قلت لكم اللي عندهم المشكل ديال الخفصه اولا العضله النائمه، وصفه رائعه غادي تجربوها وترجعوا عندي لا فيديو وتردوا لي الاخبار. الى عجبكم لا فيديو اكيد غادي يعجبكم حيت غيعطيكم النتيجه. ما تنساونيش باللايكات ديالكم بالتعليق الزوينه.